هنشوف مع بعض دلوقتي تقرير حول الاحتفالية السنوية لجمعية مربير عبد المنعم تياه عميد الفن النوبي بالسويس، واللي تضمنت الحقيقه فعالياتها تكريم بعض فنانين الزمن الجميل من النوبه والجهاز الفني والاداري ولاعبين فريق كره القدم بالجمعيه على تميزهم الرائع فنيا واخلاقيا خلال الفتره اللي فاتت. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم حالا ونهايه الاسبوع. حبيت اكرم الناس الفنانين القدامى اللي هم العايشين دلوقتي واللي ماتوا، هم دول اللي انتجوا الفن النوبي، هم دول اللي عملوا الفن النوبي. وصلنا لغايه الاذاعه سنه 63، كلنا احنا الفنان علي كوبانو وفرقته والشله كلنا فن يعني وصلنا، لان احنا اللي طورنا الفن النوبي كموسيقى وكاغاني. الفن النوبي كان صح هو حسلسليجة وحاجات زي كده وكل واحد يتكلم لا احنا بقى وضبناها وفهمنا الناس احنا بنقول ايه. طبعا اغاني وطنيه واغاني عاطفيه واغاني كل الاغاني يعني، كنا غنينا زي عبد الوهاب زي عبد الحليم زي الناس دي يعني. قلت لازم اكرم الناس دي هنا، فكلمت السيد رئيس جمعيه مروه الاستاذ ربيع الزين، فالناس ترحبوا بيا وقالوا لي ما فيش مانع وهنعمل لك ايه حفله، عشان كده فانت عارف الناس والجمهور اللي جايين النهارده عشان كده. والنهارده طبعا احنا متجمعين النهارده في جمعيه مروه وعاملين لنا الحفله بتاع تكريم الفنانين القدامى والحاليين، انهم من حقهم انهم لازم نكرمهم. والفكره دي فكره الفنان الكبير عبد المنعم تياح ابن مروه اللي هو عايش في السويس، اللي هو علم اجيال كتيره وكان صاحب الفرقه في السويس. كان حاج عبد المنعم تياح ربنا يديله الصحه والعافيه، طبعا هو متواجد معانا هنا وهو صاحب الفكره، وطبعا كان جه وقعد معانا وقال لي انا يا حاج سيد انا من بدري عايز اكرم الفنانين زمايلي. قلت له دي حاجه الصراحه يعني ما حدش فكر فيها، انت تشكر انك انت بتفكر في حاجه زي كده في السن بتاعه، يعني هو ربنا يبارك له سنه كبير يعني، ما الفكره بتاعته دي ما جاش من عند حد صغير. واحنا بنشكره على ان هو فاكر زمايله الفنانين. طبعا دي جمعيه مروه وهي اللي عامله اليوم، جمعيه مروه وكاريه من الكره النوبيه ككره الكنوز، وجمعيه نشيطه جدا بيعملوا شغل كويس جدا. هم عملوا اليوم ده النهارده تكريما للفنانين، ودي لفته جميله واول مره تحصل ان يحصل تكريم للفنانين، لان الفنانين طبعا اقوى رساله للمجتمع عندنا هو رساله الفنان. ليه بقى هي اقوى رساله؟ لانها هي بتحافظ على اللغه، اللغه النوبيه، بتجمع الناس، بتحاول تخلي التراث لسه بقوته، الثقافه والعادات والتقاليد والحاجات دي كلها نقدر نقول ان هي تحت الفن النوبي. الحفل السنوي لجمعيه مروه على هامش هذا الحفل بيقام سنويا، على هذا الحفل بنفكر نكرم الفنانين بتوعنا، عندنا الفنانين النوبيين اللي هم بيحافظوا لنا على التراث، فكرنا نعمل التكريم دي بجانب كمان فرقه الكوره بتاعت البلد عامله لها تكريم، بجانب تكريم الشخصيات العامه للنوبه. النهارده احنا بنحتفي بفنانين القدامى منهم توفاهم الله ومنهم موجودين، جمعيه مروه بتحتفي بيهم النهارده عشان نقول نحافظ من خلال الاغنيه على اللغه وعلى العادات وعلى التقاليد، لان هي فعلا الاغنيه هي اللي بتحافظ على اللغه والعادات والتقاليد. عشان كده اذا كنا احنا بنبعد 1000 كيلو عن مصر لحد خط عرض 22، لكن احنا قريبين هنا في قلب القاهره. التجمع اللي موجود ده فيه جميع رؤساء الجمعيات، بنتكلم على مستوى محافظه اسوان اللي فيها اكبر نسبه نوبيين موجودين في محافظه اسوان، اذا كان تعداد محافظه اسوان 1,500,000 نسمه، فاحنا سعداء ان احنا النهارده بنحتفي بحاجه زي كده. والله الفن النوبي فن طبعا متميز بالنسبة للغة النوبية، احنا بنحاول نحافظ عليها كل واحد من خلال تخصصه. يعني انا نشاطي في مجال المرأة النوبية، بنعمل كورسات تعليم للمشغولات النوبية وللغة النوبية،
عشان بتندثرش، لان الاجيال اللي طالعه دلوقتي كلها بتجهل اللغه ودي ثقافه لازم نحافظ عليها، ولازم فاحنا بنحاول من غير من خلال نشاطاتنا ان احنا نحافظ عليها. احنا عملنا حاجه اسمها الاتحاد الرياضي، والاتحاد الرياضي ده اتحاد مشهر على مستوى الجمهوريه. احنا بنقدر من خلاله نشتغل رياضه في اي مكان في مصر، في القاهره، في الجيزه، في اسوان، في اي مكان موجود في القاهره احنا بنقدر نشتغل من خلاله. ابتدينا دلوقتي نعمل دوري، الدوري دوت ابتدى وزاره الشباب والرياضه تبص عليه. ابتدينا نشتغل على الملاعب الرئيسيه اللي هو بنختم كل دوراتنا في مركز في نادي الشرقيه للدخان. الشباب بقى عندنا بنقدر ان احنا نجمعهم في حاجه هم حابينها. اكتر من كده ان احنا ابتدينا نلم المجتمع الاسواني كله ببطاقه واحده. ان انت حضرتك لازم تعرفي ان احنا في اسوان كتله، وكتله سكنيه كبيره قوي، فقدرنا ان احنا نجمعهم هنا في القاهره الحمد لله. يعني اليومين دول احنا قايمين بتجهيز حفل كبير جدا اسمه يوم التفوق النوبي. هذا الحفل بيضم حملة الماجستير وحملة الدكتوراه والشهادات العليا امتياز، دول بنحتفل بهم سنويا للعام الثاني عشر عشان نشجع أبناء النوبة على المضي دائما إلى التفوق إلى أعلى. لذلك اللي خدوا عند اللي احنا كرمناهم هم في الثانوية العامة وصلوا النهارده الى دكتوراه واصبحوا اساتذه في الجامعات واساتذه في الكليات وما الى ذلك. وبكده بنشجع العلم والتفوق تحت مسمى يوم التفوق النوبي.